أنتم دستوركم القرآن والسنة، وغيركم من هذه البلاد التي حولنا تساوم الآن على بقاء أن يكون الإسلام مصدر من مصادر الدستور. هل هذا يجب أن يكون في بلد إسلامي؟ هل نقبل هذا في بلادنا؟ هل نرضخ لهذه التهديدات والترغيبات؟ لا والله، لن نخضع ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى. كيف نكون قدوة؟ نكون قدوة كما كان أوائلنا. ماذا فعل الأوائل؟ لقد ذهب تجار من هذه الجزيرة إلى شرق آسيا، تجار ليس فيهم علماء وليس فيهم عسكر وليس لديهم جيش، قوتهم كانت الأخلاق والقيم والأمانة والصدق مع الناس، فسألوا عن دينهم ودرسوا دينهم ودخلوا في دينهم الإسلام. هذه القدوة، هذه القدوة التي نريدها اليوم لنا ولأبنائنا وللمسلمين أجمعين، أن نكون قدوة بأخلاقنا وبقيمنا وبصدقنا وبأمانتنا وبحسن معاملتنا مع الناس. نحن أحق بالقدوة من غيرنا، وقد كرمنا الله سبحانه وتعالى بجوار بيته العظيم، وشرفنا بأن نكون من يستقبل ضيوفه، ضيوف الرحمن في الحج والعمرة. فأصبحت لدينا رسالة، وعلى عاتقنا أمانة يجب أن نؤديها. وعناصر القدوة في المجتمع هم أربعة: الأب في منزله، والأستاذ في مدرسته، والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته. هؤلاء هم العناصر. لو صلح الأربعة صلح المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.